دور 16 بورتو فاز على اليوفنتوس 2-1، واشبيليه اتغلب من بروسيا دورتموند 3-2 في المباراتين طبعا اللي خلصوا من شويه. كابتن عفت، بص شادي بيقول ده رأي شخصي، عايز اقول له ما ينفعش نقول آراء شخصية لأن احنا بنتبوأ مكانة في النادي بتاعك او بتبقى قامة وقيمة في النادي بتاعك، فكل كلمة بتقولها انت بتحاسب عليها. زي دلوقتي مثلا، يعني هو جه طلع قبل كده في احد الحلقات وقال على موضوع الجماهير دوت، قال غلطة وخلاص وكده. دلوقتي بينفي ان هو اصلا قال كده خالص، وبيقول ان في مونتاج وكده، ما فيش مشاكل خالص. حته الـ القرارات وان الدوله والحاجات دي، من عايز اقول له بس ان نادي الزمالك تقريبا كل 10 سنين بيتحل مرتين. النادي الاهلي ما اتحلش ولا بس مره. مش متعمد لا لا، النادي الاهلي رغم صدور، هو لازم اسمعني، رغم صدور قرارات بحل مجلس اداره النادي الاهلي، اتحل ورجع المجلس هو تاني معين. عارف ما بتحصلش غير في الحواديت، عارف يعني ايه، عارف حاجات كده ايه بتتعمل كده. طيب اتشال رئيس اتحاد الكوره علشان حل مجلس اداره الاهلي. بص الكابتن، فاللي بتكلم يعني عليه ان في بعض القيادات بانتماءاتها بتقف مع نادي معين. بس الكلام ده كان حاصل فتره من الفترات قبل كده، لكن انا كل اللي دلوقتي بامله، بص انا كل اللي بامله دلوقتي ان احنا دوله مؤسسات، ماشي، عندنا دولة عندنا مؤسسات. عندنا رئيسنا الجميل اللي كلنا بنأيده. اتمنى ان يبقى في نظره للحته الرياضيه في مصر، للحته الرياضيه، القيادات اللي موجوده، الكلام ده كده علشان يبقى عندنا كوره. ما نروحش مثلا واحنا بنلعب بايرن ميونخ نحس ان احنا قليلين قوي، ما نلعبش فرق كبيره ونحس ان احنا قليلين، لا، عايزين يبقى عندنا لعيبه زي كده، وعندنا الكوره دي، الكوره اللي احنا بنتفرج عليها الاوروبيه دي تبقى موجوده عندنا. موجوده عندنا ازاي؟ لازم كده انسف حمامك القديم بصراحه. يعني انا عايز اللي يدير اتحاد الكوره ممكن ما يكونش لاعب كوره، بس عنده اداره، يعني بيعرف يدير. فاهمني؟ زي مثلا انا بعيب مثلا على 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 جزئيه مثلا في موضوع قناه نادي الزمالك والاعلانات. هل ينفع يعني ان انا مثلا اجي في مباراه لبرشلونه مثلا بيلعب سي مثلا اتلتيكو، واجي بين الشوطين اجيب اغنيه لريال مدريد؟ طب الجماهير اللي قاعده بتاعت الزمالك اللي هي موجوده خلاص، او بتاعت برشلونه اللي موجوده بتتفرج بتستفز؟ هل في معلن او راجل معلن عايز يخسر؟ الا لو الموضوع كيدي، الموضوع يضايق. يعني انا واحد من الناس، انا هقول لك حاجه، انا واحد من الناس لما باجي اتفرج على 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 على, على مباراه نادي الزمالك بين الشوطين ويجي لي اعلان بتاع الفريق المنافس بالنسبه لي، المفروض اعمل ايه؟ ده اعلان؟ لا، ده مش اعلان، دي حاجه مستفزه. ان انا ليه مستفزه؟ ليه مستفزه؟ ليه؟ ان انا بعمل اغنيه للنادي، مش هو مش مجرد الاعلان كده. لا، مفيش حاجه اسمها. طب ما هو الاعلان ده، انت لو عندك حد بيعلن عندك اقول وعمل اسامي اغنيه المعلنين، اقول اسمائهم؟ لا، مش يعني احدى ماشي. الشركات الكبيره هي اصلا كمان معلن في نادي الزمالك. طيب ماشي، انت تروح تكلم الشركه، انت تتكلم المسؤولين عن القناه ليه؟ طب ما هو في حاجات تابعه للدوله، حاجات تابعه للدوله برضو نفس الكلام. بص خلينا يعني بس نأكد. احدى الشركات التابعه للدوله، احدى الشركات الاتصالات التابعه للدوله. عفت. ما انا بقول خلينا نأكد ان الدوله على مسافة واحدة من الثاني. لا 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 لا، معلش بس خلاص، انت قلت اللي انا بتكلم اللي عندي. طيب انا بقول لحضرتك، الدولة على مسافة واحدة من الجميع، من الاهلي، من الزمالك، من الكلام ده كله. لا، بدليل ان بدليل لا اسمعني بقى، اسمعني، انا سمعتك، انا بتكلم على الفترة دي. بدليل الفترة دي يا كابتن عفت، ان اتعمل تهنئة، عمل دكتور اشرف، اسمعني، طيب انا اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لما نزل لجنة لفحص المخالفات، نزلها في الاهلي وفي الزمالك وفي كل الانديه. طيب، ونزلها في الاتحادات. يعني ما جيناش قلنا اجي بقى اقول الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت. قال ان في مخالفات في الزمالك وفي الاهلي. مش لازم، انا مش لازم، مش قال كده، مش لازم. لا، ما قالش. انا بتكلم على اللجنه اسفرت عن ايه. قالت في مخالفات في الزمالك، لسه لغايه دلوقتي ما نعرفش هل حصلت مخالفات او ما خالت. لا لا، او ما فيش. قالوا في مخالفات. قالوا اشرف صبحي نفسه قال كده، وانا بكلمك على، انا سمعت بودني اشرف صبحي قال كده، قال في مخالفات في الزمالك وفي مخالفات في الاهلي. الله اعلم ايه نوعيه المخالفات دي، خاصه باللجنه
وهل تستدعي لحل مجلس الإدارة ولا لا؟ تستدعي السؤال. لكن في نفس الوقت ده أنا بس برد على حضرتك إن الدولة واقفة مع الأهلي ومش واقفة مع الزمالك، دي نظرية مؤامرة أو اضطهاد الزملكاوية ممكن عايشين فيها بقالهم فترة، لكن في التوقيت الحالي والفترة الأخيرة الدولة على مسافة واحدة من كل الأندية. وأنا بتكلم على الكورة والرياضة، شخص السيد الرئيس ماشي اللجنة عبد الفتاح السيسي، زي شخصه بس يعني أنا بشخصه بس يعني أنا بتمنى دي يعني السيد رئيس الجمهورية طبعا أكبر من إن احنا نتكلم في قصة ده أبونا كلنا، الكلام ده أبونا كلنا، بس لكن أنا بتكلم يعني في إيه؟ بتكلم إن النهاردة لو الدولة ضد أو مع هتنزل لجنة ليه تفحص مخالفات في الأهلي؟ طب لو كده عشان ده روتين، لا روتين مش روتين، لا روتين ليها لازم مش ده مش انت تابع للدوله، اي مؤسسه في الدوله تابعه للدوله، لا دي نظريه مؤامره، فبالتالي وبالتالي انا بكلمك بمنتهى الامانه لا يعني انا النهارده الكلام ده تقوله امتى؟ لو وزاره الشباب والرياضه خدت قرار بتشكيل لجنه لفحص مخالفات زمان بس وقفت، لكن زي ما عملت في الزمالك عملت في الأهلي.